بالنسبة لنا نحن كأصحاب محطات كموزعين صرنا ندفع 80% دولار الكاش حسب سعر السوق السعودي و 20% بيأمنوا مصرف لبنان. يعني ما بقى بتحرز، يعني فينا نعتبر انه صار تقريب المحروقات اللي كان بنزين او مظبوط 100% اليوم الديزل اويل على الدولار. وراح يكون في عنا زيادة بالاسبوع المقبل لانه عم ترتفع سعر الدولار. ما في سقف لسعر الدولار، اصحاب المحطات عم يدفعوا ثمن المحروقات بالدولار ببيعوه باللبناني. ما في ضوابط، ما في حمايه للاسف، ما في تجاوب من معالي وزير الطاقه. بنحكيها عبر موقعكم بكل مودة انه ما في تجاوب. وين رايحين؟ ما بنعرف لوين بده يودينا العناد الموجود بعدم التفاهم بجدول الاسعار. اذا بنقدر نبيع بالدولار او بنبيع باللبناني ويكون في حمايه لسعر الصرف ليكون المواطن مرتاح. لانه اليوم المواطنين مع دولار ومع لبناني، اصحاب المحطات ما بقى قدراني تستمر. وزير الطاقه في عناد عم نشوفه، بنكون بالاجتماعات بيكون في تجاوب، بعد ما نطلع من عنده للاسف ما في تجاوب ولا عم ياخذوا ولا عم يعطوا بهذا الموضوع. ونحن عم ندفع عموله على الدولار للمصاري، هذه العموله عم تروح من جعايل صاحب المحطه للاسف. صار اتصالات مع اعلى المراجع واتمنوا على معالي وزير الطاقه يكون متجاوب، ما في تجاوب. ما راح نضل ساكتين على الغبن اللي عم يلحق فينا.